السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه النهاردة؟ او انا لسه عاملة من شوية الاسورة، فطبعا لقيت ولاد بنتي بيقولوا لي فين الحلق بتاع الاسورة، الاسورة شكلها تحفة. فانا الاسورة في الفيديو اللي قبل كده اهي اهي، فانا قلت بقى اعمل لها الحلق بتاعها. الحلق اهو اهو يا حبيب قلبي. فانا هعمل معاكم الحلق ده، هو شكله زي الدهب بالظبط ومعمول هاند ميد، يعني حاجه ايه فاخره. طيب هنحتاج ايه للحلق؟ هنحتاج سلكه تكون ملي، السمك بتاعها ملي، 1 ملي، تكون 17 سنتي، وحتة صنفرة وقلم عشان هنتني عليه، وحتة سلكة صغيرة 4 سنتي عشان نعمل منها العلاقة بتاعتها، والخرزة بتاعتنا دي أي نوع أي كريستال أي شكل مش فارق. هنيجي مش هنستخدم آلات كتير، آلات بسيطة اللي احنا هنستخدمها. هنيجي كده بالويم كده، هنسيب حتة زي كده مثلا قيمة 4 5 سنتي، وهنقوم لفينها كده كده اهو درجة 180 درجة الطريقة دي، نعمل حلقة تمام. وهنقوم جايين ماسكينها بالبنسة، أي بنسة بقى، أي بنسة مبططة مدورة أي بنسة، هنقوم ماسكينها كده ولفين قيمة 1 سنتي بس أهو، بس كده لفتين اتنين، وهنقوم جايين في الحتة الصغيرة اللي احنا لفيناها وهندخل فيها الخرز. نيجي بقى بالسلكة الطويلة اللي احنا سبناها، ونيجي من ورا الخرزة كده، من تبقى الخرزة والسلكة دي فوق بالطريقة دي كده، هنلف. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده من ورا الدنيا دي بحالها اهي، وهنيجي هنا برضو من ورا السلك اهو، نلف كمان لف اهو، كمان لفه اهي. نيجي بقى ايه نثبتها كده شويه اهي، نخلي الشكل من ورا كأنها وردة، كأنها وردة بالظبط، عشان لو الحلق لف او اتهز او كده يبان من الشكل من ورا شكله حلو. طيب هنعمل ايه في الطرف اللي احنا لفيناها؟ هنجيب بالبنسة المدورة وهنتني نتنيه يعني زي حلقة صغيرة كده بس كده حتة اهي، نتنيه اهي، ونجيب البنسة العادية خالص لفها كمان لفة عشان نثبتها. الطريقة دي تمام. نيجي بقى للسلكة دي اللي هي احنا لضمنا فيها الخرزة، هنقص بس ايه
يعني هنسيب بس حته صغيره بحيث ان احنا نتنيها فوق كل النحاس اللي هنا، ان هو ما يتهزش ما يطلعش ما يبقاش شكله مش تمام. فاحنا هنقوم لفينها لفه فوق النحاس نفسه، هنفتح حته كده بسيطه اهي، وهنقوم لفينها هي بقى كده اهي. ونمشي ايدينا نشوف هتخربش ولا هتبقى كويسه. لا كويسه، انا تنيتها وحطيتها تحت النحاس نفسه. تمام، هاجي بقى الحتة الـ4 سنتي دول، هقوم عاملة ايه، هقوم عاملة حلقة صغيرة في الطرف كده، هي ايديا كده مطوصة من النحاس، هقوم عاملة كده اهي. هقوم جاية قلم اي قلم، واقوم جاي راجع بدي شويه كده واجيب حته الصنفره سهل الطريقة، ما خدتش وقت وفي نفس الوقت عطي منظر جمالي جدا. كده بقت كويسة. طيب هنقوم جايين فاتحين الحلقة اللي احنا تنيناها، وهنركب فيها الحلق اهو، وهنقوم تقفلين اهو. اهم يا حبيب قلبي. هما كده يبانوا اكتر، بصوا جمالهم اهم كده. يبقى انا خلصت فيديو النهارده، ما خدش مني وقت، وشكله رقيق جدا وشيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.